بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطفال الصغار، لقد عدنا من جديد. أرجو من الله عز وجل أن تكونوا في صحة جيدة وبأحسن حال، وكل عام وأنتم بخير. عيد أضحى مبارك. والآن يا أطفال الصغار، هيا معا نراجع ما درسناه سابقا من حروف الهجاء، فهيا استعدوا، أنا بالانتظار. حروف الهجاء: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال. هيا معا نراجع مرة أخرى: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال. أحسنتم، بارك الله فيكم، أنتم تحاولون جيدا، أنتم فعلا رائعون. هيا مرة أخرى: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال. حرف الراء. درسنا اليوم هو حرف الراء، وهو الحرف العاشر من حروف الهجاء، فهيا معا أحضروا الدفتر والقلم، أنا بالانتظار. هيا يا أطفالي نتعلم كيفية كتابة حرف الراء. يكتب حرف الراء بشكل منحني، يكتب حرف الراء بشكل منحني. حاولوا معي يا أطفالي خط منحني. أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا، ما شاء الله، محاولة جيدة. مرة أخرى: خط منحني، بارك الله فيكم، أنتم فعلا رائعون. نحاول مرة أخرى: خط منحني. أحسنتم، حاولوا مرة أخرى: خط منحني، ما شاء الله، بارك الله فيكم يا أطفالي. إذن يكتب حرف الراء بشكل خط منحني. هيا معا نتعلم حرف الراء بالحركات. راء فتحة، راء، راء فتحة، راء، راء فتحة، راء. رأس. أحسنتم، حاولوا أيضا. راء فتحة، راء، راء فتحة، راء. رأس. أحسنتم، أنتم حقا مبدعون. راء فتحة، رأس، بارك الله فيكم. راء كسرة، ري، راء كسرة، ري، راء كسرة، ري. حاولوا معي يا أطفالي. راء كسرة، ري، ريش. أحسنتم، حاولوا أيضا. راء كسرة، ري، ريش، ما شاء الله. راء كسرة، ريش. أحسنتم يا أطفالي. راء ضمة، رو، راء ضمة، رو. حاولوا أيضا. راء ضمة، رو، ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا، بارك الله فيكم. راء ضمة، رمان. أحسنتم يا أطفالي. إذن راء فتحة، راء، راء كسرة، ري، راء ضمة، رو، بارك الله فيكم يا أطفالي، أنتم تحاولون جيدا. والآن يا أطفالي تعالوا معا نضع دائرة على حرف الراء. رمان، ريش. أين يوجد حرف الراء؟ انظروا معي، حرف الراء في أول الكلمة، رو، رمان، بارك الله فيكم. أيضا في كلمة ريش، حرف الراء في أول الكلمة، ري،
ريش، ما شاء الله، ضعوا دائرة على حرف الراء، أحسنتم، انظروا، لقد تم وضع حرف الراء باللون الأحمر، بارك الله فيكم يا أطفالي. هيا معا نتعرف على واجب حرف الراء. اكتب الكلمات التالية: رمان، ريش. حاولوا أن تكتبوا يا أطفالي بخط جميل، واكتب سطر واترك سطر، بارك الله فيكم، أنتم حقا رائعون. إذن درسنا اليوم كان هو حرف الراء، أحسنتم، وتعلمنا كيفية كتابة حرف الراء بخط منحني، أحسنتم، بارك الله فيكم، وكيفية نطق حرف الراء بالحركات: را فتحة را، را كسرة ري، را ضمة رو. وأيضا تعلمنا بعض الكلمات على حرف الراء: رأس، رمان، ريش، بارك الله فيكم. والآن يا أطفالي هيا معا نراجع ما درسناه سابقا من حروف الهجاء. حرف الألف، كتابة الحرف بالحركات الثلاث: ألف فتحة آ، أحسنتم، ألف فتحة آ، بارك الله فيكم. ألف كسرة إي، ألف كسرة إي، أحسنتم يا أطفالي، بارك الله فيكم. ألف ضمة أو، ألف ضمة أو، أحسنتم يا أطفالي، بارك الله فيكم. إذن حاولوا يا أطفالي أن تكتبوا معي حرف الألف. يكتب حرف الألف على شكل عصا وفوقه همزة، أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا، محاولة رائعة، بارك الله فيكم. تعالوا معا نتعلم بعض الأمثلة لحرف الألف. ألف أسد، ألف أسد، ألف أسد، ما شاء الله، أنتم حقا مبدعون، تحاولون جيدا. ألف كسرة إي، إبريق، أحسنتم، إبريق، ما شاء الله يا أطفالي. ألف ضمة أذن، ألف ضمة أذن، بارك الله فيكم يا أطفالي. حرف الباء، هيا معا نتعلم حرف الباء بالحركات. باء فتحة باء، باء فتحة باء، باء فتحة باء، بارك الله فيكم يا أطفالي. باء كسرة بي، باء كسرة بي، باء كسرة بي، أنتم تحاولون جيدا يا أطفالي. باء ضم بو، باء ضم بو، باء ضم بو، أنتم حقا مبدعون، بارك الله فيكم يا أطفالي. تعالوا معا يا أطفالي نتعلم كيفية كتابة حرف الباء. يكتب حرف الباء على شكل طبق وتحته نقطة، حاولوا معي على شكل طبق وتحته نقطة، أيضا حاولوا مرة أخرى على شكل طبق وتحته نقطة، أنتم تحاولون جيدا يا أطفالي، ما شاء الله. تعالوا معا نتعلم بعض الكلمات على حرف الباء. باب، باء باب، باء باب، ما شاء الله، باء باب. بنت، أحسنتم، بنت، أحسنتم يا أطفالي، بنت، أحسنتم. برتقالة، بارك الله فيكم، أنتم تحاولون جيدا، برتقالة، برتقالة، ما شاء الله، أنتم حقا مبدعون. حرف التاء،
تعالوا معا يا أطفالي نتعلم حرف التاء بالحركات. تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء. أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا. تاء كسرة تي، تاء كسرة تي، تاء كسرة تي. بارك الله فيكم. تاء ضمة تو، تاء ضمة تو، تاء ضمة تو. ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا. والآن يا أطفالي تعالوا معا نتعلم كيفية كتابة حرف التاء. يكتب حرف التاء على شكل طبق وفوقه نقطتان. يكتب حرف التاء على شكل طبق وفوقه نقطتان. يكتب حرف التاء على شكل طبق وفوقه نقطتان. حاولوا معي يا أطفالي الكتابة بشكل صحيح. تعالوا معا نتعلم بعض الكلمات بحرف التاء. تمر، تمر. أحسنتم. تفاحة، تفاحة. حاولوا معي يا صغاري، بارك الله فيكم. تمساح، تمساح. أنتم تحاولون جيدا يا أطفالي، بارك الله فيكم، أنتم حقا مبدعون. حرف الثاء. هيا معي يا صغاري نتعلم حرف الثاء بالحركات. ثاء فتحة ثاء، ثاء فتحة ثاء، ثاء فتحة ثاء. ما شاء الله، تحاولون جيدا يا صغاري. ثاء كسرة ثي، ثاء كسرة ثي، ثاء كسرة ثي. محاولة جيدة يا أطفالي، بارك الله فيكم. ثاء ضمة ثو، ثاء ضمة ثو، ثاء ضمة ثو. أنتم حقا مبدعون، بارك الله فيكم يا أطفالي. تعالوا معا نتعلم كيفية كتابة حرف الثاء. يكتب حرف الثاء على شكل طبق وفوقه ثلاث نقاط. حاولوا أن تكتبوا معي حرف الثاء. يكتب حرف الثاء على شكل طبق وفوقه ثلاث نقاط. بارك الله فيكم يا أطفالي. والآن هيا معا نتعلم بعض الكلمات بحرف الثاء. ثوب. أحسنتم، أيضا حاولوا مرة أخرى. ثوب، ثوب. بارك الله فيكم يا أطفالي. ثياب، ثياب، ثياب. أنتم حقا مبدعون، تحاولون جيدا. ثعبان، ثعبان، ثعبان. بارك الله فيكم يا أطفالي. أحسنتم، بارك الله فيكم يا صغاري، وشكرا. إلى اللقاء.